ما التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا، صابرة رغم المكائد تخرج. وجريدة دنماركية خبيثة حكومية تعرض صورا كاريكاتيرية، تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور، فتارة تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة، وتارة تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء، وتارة تصوره وهو يطارد النساء القصر، وفي أخرى يقول لأتباعه ليس عندنا من الحور مزيد، وزادوا في وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره. لم تسلم حتى أمعاؤه من سخريتهم واستهزائهم، فصوروا بطنه مرسوما وهو مفتوح ورسومات قبيحة في بطنه. وتمادوا يوم أن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار، فجعلوها مسابقة مفتوحة لأحسن رسمة كاريكاتيرية. هم يسخرون ويستهزئون، ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام؟ هم يسخرون ويستهزئون ونحن نتحدث عن سماحة الإسلام؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها. ونبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا، فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش، وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية. ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس، هل أصبح عباد البقر أرجل بالنار؟ أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ وأين مواقف أمة المليار؟ عباد الله، لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء له وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه، وهذا أدنى ما له من الحق علينا، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بعضنا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا بدءا بكلبتهم الفاجرة ملكتهم الخبيثة التي ألفت كتابا عن مذكراتها وقالت فيها أنه لا بد من التصدي للإسلام، وأن المسلمين في الدنمارك كالغدة السرطانية، ألا قبح الله وجهها لم يبقى إلا النساء الكافرات. أما رئيس وزرائهم أفجر الفجار فقال إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها، ولن نوقف أحدا عن ذلك. ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود هم المعنيون. أما رئيس قضاتهم فرفض القضية المرفوعة من المسلمين ضد تلك الصحيفة، فالقضية عباد الله ليست قضية جريدة تسيء إلينا، لكن بلد كامل بصحفه وملكته ورئيس وزرائه، فماذا بعد هذا وماذا ننتظر؟ غارت حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها ولم تغار على سيد البشر. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائها؟ سأترك لكم الجواب، فالجواب معروف. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم، نبيكم يهان، فماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ اسمعوا من خبر غيرة الصادقين. في يوم الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال
للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخل مكة عليهم عنوة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأيام الله لك أني بهؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غدا وتركوك. وكان أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أمصص بضر اللات، أنحن ننكشف عن قول وفعل؟ فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: بأبي هو أمي، أبا بن قحافة، هذا الصديق. ثم أراد أن يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحديد والمغفر، فلما مد يده قرع المغيرة يده بنعل سيفه وقال له: أمسك يدك عن لحية رسول الله، أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا تلجأ إليه. قال عروة: ويحك ما أفضك وأغلظك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، لا قرابة لا حسابة. رجع عروة إلى قريش بعد أن رأى ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم. كان لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هنيئا لهم والله. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه. فرجع يقول لقريش: إني جئت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فأنتم ورأيكم. هكذا كان تعظيمهم، هكذا كان تعظيمهم، فكيف هو تعظيمنا؟ أين نحن من سنته واتباع هديه ونصرة دعوته؟ اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه، اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له: يؤذيني خالد الهذلي، يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء، روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي، اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلكى، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا: يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول: خالد الهذلي رجل بألف رجل من شدته وبأسه، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. يقول شيخ الإسلام: ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة. فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه، وكان ذو رأي ومشورة فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام، فاخترط عبد الله بن أنيس سيفا واجتز رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد، هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة، يحمل رأس الكلب بين يديه. فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، خذ عصاتي
توكل عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. خذ عصاتي توكل عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله